العميد سريع يتفقد المركز الصيفي بمديرية النهضة في صنعاء. تفاصيل عاجلة فلنتابع. تفقد مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم المركز الصيفي بمديرية النهضة بصنعاء. واطلع العميد سريع على سير العملية التعليمية والبرامج الصيفية للطلاب الملتحقين بالمركز، وأشاد بمستوى الإقبال على الالتحاق بالمراكز الصيفية بمستوى الوعي من قبل أولياء الأمور الذين حصلوا على إلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية التي تعتبر فرصة لإثراء وتنمية قدرات ومعارف الطلاب في مختلف الجوانب التعليمية والتربوية. وأشار العميد سريع إلى أن المراكز الصيفية أثبتت فعاليتها وتأثيرها، حيث كانت مخارجها ونتائجها الإيجابية خلال الأعوام السابقة ملموسة على الطلاب وانعكست على تحصيلهم العلمي. وكما نقل العميد سريع للقائمين على المركز وللطلاب تحايا قائد الثورة عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس مهدي المشاط، معبرا عن مباركته للقائمين على المراكز الصيفية النجاح والتميز الملموس والذي ينعكس إيجابيا على أبناء الطلاب.